امر صعب طبعا ترجعوا تاني بسرعه، لكن كابتن دينا كانت بتقول ان انتوا كان عندكم اصرار بعد خروج من دور الثمانيه من كاس مصر، كلكم قلتوا لا يبقى بطوله الدوري هي الاهم واشتغلتوا فيها بشكل كويس لغايه ما كورونا جت. العوده بعد كورونا كانت اصعب شويه، بس خلينا نتكلم على البوزيشن. انا احب برضو يعني في التقرير دي نور. يعني اشرحي لي برضه، اشرحي للناس يعني ايه العملاقه على الباسكتين الحاله، يعني انت بتلمي في الحاجه دي الحاله الدفاعيه بتلمي كويس، وفي الحاله الهجوميه بتعملي يعني بلم برضه كويس. هي فكره انه الفاينلز بالذات كان نادي سبورتنج عنده ثلاثه بيفز تحت الباسكت، وساعات الكابتن كان بيلعب بيهم، هم ثلاثه تحت هم ثلاثه واحنا اثنين بس، يعني احنا الكاتر بتاعتنا مش طويله زيهم، فدي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لنا ان احنا اثنين انا وهيل حرب يعني نلم كور من ثلاثه طوال، فده كان اكتر حاجه بنشتغل عليها، وعارفين ان هم هيتجهوا ان هم ينزلوا هم الثلاثه. ده حاجه كانت مدروسه والكابتن حاطط خطه معينه علشان تواجهوا القصه ديت بالظبط. عارفين ان هم هيعملوا الموقف دوت مثلا او حاجه، فبنقابليها بقى مترتبين ازاي انا وهيلا ندافع عليهم هم الثلاثه ونلم الكوره من الديفنس والاوفنس، والحمد لله يعني كنا قادرين. هلا مش معانا بس بنحييها هي ونادين السلعاوي، ويعني البنات كل كلها الحقيقه يعني 16 بنت حتى اللي ما لعبوش، بس كلكم كنتوا على قلب رجل واحد. صراحه بيبقى اهم بطير من 16 في الماتش 12 في الملعب طبعا ملعب 5 اوكي. بتقولي اللي ما لعبوش بصراحه الناس اللي بجد مش بتبقى فرصتها كتيره في الملعب دي بتبقى اهم كتير من اللي بيبقى جوه الملعب. ليه بتقولي كده؟ عشان بصراحه هم دول قلب الفرقه. من وجهه نظري دول بيبقوا قلب الفرقه بصراحه. سوريا ضحكت ليه؟ احكي ليه يا سوريا.